مجيد لكل الطوائف الأرمنية، نعادي عليكم إن شاء الله بالصحة وبالعافية، وإن شاء الله كل يوم يكون كريسمس بكل المناطق يا رب وبكل العالم. وتحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، حلقة جديدة من تحلى الحياة تبدأ هلأ. واليوم رح نترافق بالتقديم أنا وزميلتي لين. هاي لين، ينعاد عليك. وعليك يا شهر رب. هالشهر كل يوم نقول ينعاد عليك، شايفة؟ إن شاء الله دايما تكون الأشهر كل السنة يكون فيها فرح وعيد كمان. امين. مشاهدينا انا كمان بدوري بدي احييكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واليوم ما حبينا نوجه تحيه لكل الارمن اللي بيعيدهم، ونستقبل سيده ارمنيه عملت فرق كثير كبير، وهالفرق ايضا اتخطى لبنان من خلال شغفها بعالم المطبخ. بنستقبل سوا استاذه بفن الطبخ السيده اناهيت دونيكيا. سيدي اناهيت، اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم بتحلى الحياه، وينعاد عليك يا رب. كيف ميرسي، انت بألف خير. ميرسي، شكرا. كيف عيدتي؟ كيف عيدتوا امبارحه؟ عيدنا كان عندنا الايبيك فاني عيد يعني قبل بليله العيد، بتجتمع العائله كلها وبنعمل اكل مع سمك واشياء ثانيين. ضروري ما يكون في لحمه لان في ناس بيكونوا صايمين كمان. اوكي، ان شاء الله تكون صيامهم مقبول يا رب وينعاد عليك. حضرتك متمرسه على اصول فن الطبخ، لانه صقلتي موهبتك وشغفك لدرجه انك برعتي مثل ما بيقولوا. حاصله على شهاده بكالوريوس بفن الطبخ من معهد بيتر كومب بنيويورك. مظبوط. يعني مسيرتك طويلة، المراحل طويلة، وأيضا كمان بيقولوا أنه كنت تفوتي على المطبخ من عمرك 6 سنين. صح. لهالدرجة كنت تحب المطبخ عن عمر صغير. صح. كيف بلش هالشغف يلي عندك؟ أمي كانت كتير بتحب المطبخ، وأنا وصغيري كنت فوت دايما ضل تحت إيدهم هنا وعم بيشتغلوا. بالآخر وصلوا لمرحلة أنه هنا وعم بيعملوا كعك أو بتفور أو شغلة، صاروا انجبروا يعطوني شقفة بسكوي على العجينة. نعم. بيقولوا لي فوتي لجوا اشتغليها مثل ما نحن عم نشتغل. ما تاخدي بعد من عنا من عجين، اذا طلعوا مثل ما نحن عاملينه بنحطهم مع البسكويتاتنا، اذا لا انت بدك تاكليهم. ايه، بس انا كان عندي هواية خاصة رغم انه تخرجت من الاليو، بس انا وقت اللي فتت على الاليو حبيت اعمل هوم ايكونومكس يلي هلا بنسميهم النيوتريشنست. بس بعد سنه سكروا الهوم ايكونومكس كلاسز وانجبرت اتخرج بالفاين ارتس. بس كان شغف عندي كثير انه بدي ربما بالفاين ارتس فيني كمان اطبقها بالمطبخ. يعني شغف من انت وصغيره. صح. سيدي انا هيدي مبلش معك. تتذكري يمكن اول طبخه فعليا عملتيها باي عمر؟ بدي اخبركم درج البيتزا. وانا عملت عجنت العجينه، بده يكون عجنتها ما كانت كثير مزبوطه، وحطيت عليها كل الاغراض وكلهم ناطرين بالبيت انه بدهم ياكلوا بيتزا. بيي صار يضحك علي يتمسخر. عملت البيتزا وحطيتها وكان عندنا ناس كلهم ناطرين بدهم ياكلوا بيتزا. بقصوا البيتزا بياكلوا لقمه بيتركوها. بيي هيك اطلع في، قال لي هيدا البيتزا؟ قلت له ايه بابا هيدا البيتزا. قال اليوم عملتيها بس ما تعمليها تاني مره. ما ترجع تعيديها. هلا بلاحظ انه كان العجينه كانت مش مزبوطه. اوكي. عم نحكي سنين كثير لورا. اكيد. سيدي اناهيت، اول كتيب عملتيه كان فن الحلويات، كان عمرك 30 سنه بس. نعم. ما كتبتي عليه اسمك، شو القصه كانت وقتها؟ قد ما كان عندي روسيتات، جوزي كان نحن عنا مطابع دونيكيان. نعم. قال لي بدل ما تجمعي كل الوراق تعي تعملي كتيب صغير. قلت له انا ما راح اسمع علي، بركي من العالم ضحكوا علي او ما انباعت الكتاب، اسمه حلويات المطبخ العصري. اوكي. حديد هلا هيدا موجود وبنعطيهم كادو لان صارت اوتيتد، يعني انه ما حدا بياخذ كتاب صغير. نعم. بظرف شهر نبيع ما بعرف كمية شيء غير شكل يعني. صح. حلو. اجى قال لي وحطينا اسم فيك مش اسمي. اجى قال لي يا عمي العالم عم بيسألوا عن هذا الكتاب الصغير، شو كان حقه 5000.
قال لي طيب شو رايك اذا بتطوري القصه بتعملي كتاب اكبر؟ قلت له انا بدي اعمل كتاب اكبر، هاي بدا درس مظبوط. وهيك بلشت قصه الكتاب الكبير. حلو. يلي ألفته كان اسمه فن الطبخ الحديث. نعم. إذا بتذكروا كانت كتاب حمرة كبيرة على شكل البيتي كروكرز. فيها محل الفينجر بليسز، وعملنا لها وسيت عليهم جبتهم من إيطاليا مثل كلاسور. كلاسور. يعني شيء متطور كتير. And that was هذا كان بداية من مشوارك. مشواري. ولكن الحلم يعني لدرجة انه حطيتي بيتي بقلب الكتاب، حلمك دايما كان مرافق مع بيتي، بتشوفيها المثل الأعلى بالطبخ وبالتحضير وبالحلويات وغيرها؟ أنا كان بيتي كروكر يعني من ماي ايدلز، بس وقت اللي سافرت وشفت يعني درست في امريكا ورجعت رحت عملت تريننجز بفرنسا وبغير بلدان، لقيت انه كمان في ناس اوروبا صارت هلا امريكا صارت كمان كثير قريبه للكالينري بيرفكشن. نعم. امريكا من زمان كانت كثير نول. نعم، لانه كان في الكويزين الفرنسي والتليين. يعني الفرنش كوزين والايطاليان كوزين كانوا هن المعروفين، بس وقت اللي رحت انا درست هونيك عملت طورت العلمي هونيك، لقيت انه هن صاروا يجيبوا هولي البيك شيفس اللي الان دوكاس انا هونيك شفته بالجامعه. حلو. بول بوكيوس شفته هونيك بالجامعه، كانوا يجيبوهم على 3 ايام يعملوا ديمو كورسز. وهيك تعرفنا عليهم، هن تطوروا يعني هن ما كانوا ياكلوا الثوم. وقت اللي رحت ثاني مره لقيت الثوم عم بيقدموه از ان ابيتايزر ان ذا بيجست ريستورانتس، يعني تعلموا من من اوروبا فن الطبخ الامريكان. يعني ما في شك انه مشوارك كان كثير طويل، وتنقلتي كمان بين لبنان ونيويورك، وتخرجتي كمان من اهم معهد، وفتحتي كمان معهد لتعليم الطبخ. خبرينا عنه. صح. مرة من المرات كنت عم بتبضع بالويليوم سونوما، عم بجيب اغراض لقلي للبيت، اجت ست برازيلية قالت لي لمين عم تاخدي كل هول الاغراض؟ كثير عم بتنقيهم بشكل كثير صعبين، انت ذوقك كثير صعب. قلت لها انا بحب المطبخ. قالت لي ليه ما بتفتحي كالينري انستيتيوت ببيروت؟ ولا فاتت السوسي براسي الفكرة انه بس اجي على بيروت. قلت لها طيب انتوا فيكم تساعدوني اذا بدي افتح المعهد، بديها تكون بروفيشنال. هلا اذا عم بيسمعوني في كثير من تلاميذي يمكن عم بيسمعوني على الهواء، بيشهدوا عندهم مطاعم كمان مشهوره، بيشهدوا انه هن عطوني بعثوا لي الماكيت. كان عندي ابارتمنت بانتيلياس كسرته للاخر، عملته صاله كبيره، رجعت قسمتها عملتها من الالوان من الفرنتشر من المطبخ كل شيء، يعني كانوا يجوا العالم يندهشوا. اشتغلت على دق التفاصيل. دق التفاصيل وكنت كثير حبه كثير كثير كثير، يعني كان عندي شغف كل يوم التقى بتلاميذي واشتغل معهم وعلمهم هيك كان. ان شاء الله بيرجع وبيرجع احلى واكبر، وبالنهايه اسمك بعده مستمر وبكل بيت ايضا، لانه كتاب اناهيد موجود بكل بيت، ما في ست ببيتها منه موجود هذا الكتاب المتوفر باربع لغات مش بلغه. نعم. واحده، وهذا انجاز لانه بعده بس سلر لحديث اليوم. ولكن الصور يلي بقلب الكتاب ما بنعرف مصدرها من وين، شو قصه الصور بقلب كتاب اناهيد؟ انا في شيء ما فيني خبي انه تعرفت على شخص اسمه رونالد نسيف. نعم. ما فيني ما اسميه لان صار هيدا مثل خي لنا بالبيت. حلو. يضل عندي للساعه 12 بالليل. وكان هو بروفيشنال فوتوغرافر، بس ما كان فود فوتوغرافر. لانه في فرق. ايه، هو صار كان عنده كاميرات كثير مطوره، انا اشتغلنا سوا بالاخر. رونالد انا كثير يعني في اي او هيم ا لوت،
يعني كل صورة أمرار كنا نعمله 10 15 صورة لناخد منه صورة. نعم. كان يطول باله علي. أوكي. وهيك صورنا الكتاب عندي بالبيت. حلو. وهلا نقلت البيت للاستوديو. عندي أنا أوضة هلا بالبيت. إذا من الأواني الديكوراتيف اللي بنحط الباك جراوند والشراشف والديكوريشنز وكلهم يلي كنا بنستعملهم للتصوير. نعم. يعني اتس فول استوديو ما عدا الكاميرات الموجودين فيها. سيدة أنا هيدا ما في شك مثل ما قالت كارلا، الكتاب اللي هلا اللي موجود قدامك هو يعني بيست سيلر، وانا يعني من رايي يعني هذا الكتاب من بين اذا بدك اقول انا موجود عندي بالبيت، وكتاب الوحيد الصراحه اللي موجود فيه كارلا المقادير، واذا انت بتتبع نفس المقادير صح بتطلع طبخه مزبوطه، ونفس الشيء يعني غير كتب بتلاقي امرار في 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 فرق عم بيطلع او في طعم بتحسيها ناقصه، لا بكتابك عن جد بتطلع الطعم مزبوطة 100%. انا هذا بصير دائما بفتكر فيها، بس في شغلي السبب اللي صار هيك نجاح الكتاب من وراء تعليمي، لان كان يجوا لعندي تلاميذ، في منهم بيكونوا بيعرفوا، في منهم ما بيعرفوا ابدا، في منهم بيقولوا بيعرفوا بس ما بيعرفوا كثير. سو انا من وراء هالخبره صرت احط بالكتاب كل ادق التفاصيل حتى وقت اللي بحس انا يعني I was putting myself in their shoes، بدي اشوف انه انا سيدي ما بطبخ، ايه ما بطبخ ما بعرف شيء، انا بدي افتح الكتاب بدي اشتغل منه، بدها تكون هينه، بدها تكون الصوره نفس الشيء مثل ما بالكتاب، بدها تكون طيبه. نعم. لانه عم بيقول الطباخ ما بيعطي سره، ايه ما هن انا هيدا ايه كثير، بس انا ما كان في شيء بخبي على تلاميذي لان جايين يتعلموا، كل شيء فيها صدق الانسان بينجح بالحياة. يعني إذا الواحد صديق بنفسه بيكون يعني صدق كوريكت بنفسي، أنا بكون كوريكت صريح وصادق، صريح بكون صريحة مع تلاميذي. هن أمرار بيقولوني مش معقولة ما حدا خبرنا إنه إذا عملنا هيك إذا ما عملنا هيك شو الفرق، بقول لهم أنا أنتوا جايين هون تتعلموا، حاطين وقتكم، حاطين مصرياتكم، انه انا من واجباتي اعطيكم يلي صح لازم اعطيكم. ولكن انا هيد شو الوصفه السريه تبعولتها؟ وصفه مثل شو؟ يعني كيف بتلاقي انه عن جد اكلتك طيبين؟ هل هي نفس؟ هل هو ذوق؟ هل الشغف؟ هو الشغف؟ الشغف. وانا بفتخر كثير تقول انه اغلبيه تلاميذي يا صار عندهم مطاعم كثير مهمين بلبنان، نعم ما راح نسمي اسامي، ويا منهم صاروا معلمات، انا برشد الستات اذا بدهم يتعلموا الطبخ. نعم. بقول لهم باي منطقه حضرتك؟ بتقلي انا ساكنه بهالمطعم، الا في هالمدام تلميذتي روحي لعندها. حلو. او هيدي الست الثانيه، يعني انا برشد لهم وين لازم يروحوا تيتعلموا، لان سيستم نفس السيستم مثل ما علمتهم هن عم بيعملوا. حلو. وطوروا كمان اكثر لان بيحبوا المطبخ. صحيح. وشغفك كمان لفن الطبخ خليك كمان تلبي دعوات عديدة على الدول العربية ومنها السعودية كمان. صح. اليوم بس تروح لهنيك شو بتحضري لهم وشو بتعلميهم؟ أنا من وراء الكتاب تعرفوا علي وبعتوا وراي بالسعودية ببلدان عربية تانية وحبوا يتعرفوا علي شخصيا أول شيء. بعدين عرضوا علي انه ساعدهم نأسس مطاعم، وصارت هيدي غير التأليف. نعم. وغير التدريس صرتي كونسلتنت. كونسلتنت بقى عملنا اكثر من 3 مطاعم بالبلدان العربية، واثنين هلا صاروا تقريبا جاهزين بدي روح عمل لهم التريننج. يعني من وراء وجودي هونيك درج الاكل اللبناني والاكل الارمني والاورينتال فود، يعني العالم نحن عرفناه هون على ثقافه اكل اللبناني. نعم.
على ثقافة أكل الأرمني وأشياء يلي ما كان حدا بيعرف أو كيف كان الأكل التشاينيز. ما كان حدا طور وصارت مودرن. هلأ نحن مطابخنا تقريبا وين ما راحوا بيصيروا يسألوا عن ما في مطبخ شك. يعني بس نقول كونسلتنت يعني كيف بتركبوا الفكره البرانش ما بعرف شو بيصير التحضير بتجيب الشيف بتحطي انت المنيو كيف بيصير اي تو زي بعدين بعدين حتى أنا اذا رحتي على محل بتطلعي انت الفكره يمكن هذا لازم المطعم يكون لبناني لازم يكون اجنبي نعم. اوكي حسب هن شو بدهم مثلا بيقولوا لي نحن بدنا نعمل مطعم لبناني انا بقول لهم هيك بدأت نعمل من السيتنج بلان لاخر ديتيل للشيف للشيف ريكروتمنت اوف ذا شيفز التريننج اوف ذا شيفز الفولو اب يعني مش انه عملنا مطبخ خلاص مطعم يلا الفولو اب بالمطبخ بالمطعم التبعيه كثير كثير مهمه لان الزبون مش غبي بده ياكل مثل ما اكل اول مره بده ياكل كل بعد مرة سنة وبعد سنتين expects to have the same food. تاني شيء أنا بحط شيء سري نعم. يعني بيكون بالوصفة إنه الوصفة نحن تأليف هذا مش creativity مش كتاب poetry يعني وقت اللي بيكتب شعر الواحد هذا بيكون تأليف هو بيكون هو خيالي خياله هو بس كتب الطبخ أو بالطبخ ما فيك تقولي انا هيدا اخترعته ما في بس الشخص بصير ياخذ المبدا بيطورها وبيزيد عليها شيء او بينقص منه شيء نعم و هي او شي ميكس ات برايفت بتصير ذس از ماي ريسيبي بتصير ساعتها هون السر هون بتصير لمسته الخاصه يمكن لمسه الخاصه لمسه الخاصه هيدي اللمسه الخاصه ما فيك تجي تحطي out of nowhere بدها تكون مثلا مع الخبره وبدها تكون matching with the flavors بدها تكون بتنسقها نعم تتعطيها decent و tasty flow مظبوط اليوم كل التلاميذ اكيد يلي فاتوا على عالم الطبخ اكيد وتعلموا كمان من خلال حضرتك اليوم وين بتشوفيهم قد ايه بتفرحي لما تشوفي عن جد هن حلقوا بهالعالم انا كثير بفتخر فيهم والشغله الوحيده اللي كثير بحبها وقت اللي بفوت انا في مطاعم بلبنان ما راح نسميهم سايرين فيرست كلاس ريستورانت اللي ما راح نسمي اسامي نعم نعم وقت اللي بفوت عليهم تلاميذي اللي هن they are the owners بيجوا بيعبطوني هيك بيكونوا عالم كلهم قاعدين بيصير يقولوا يا جماعه هيدا المطبخ هيدا المطعم انا اسسته من ورا المدام حلو انا امرار بقول لهم ما فيش ضروره تحكوا انه يقولوا لي لا نحن فخورين نفتخر فيكي انه انت علمتينا نحن وصلنا لهالمرحله ولكن يعني كل شاف حلمه يفتح مطعمه الخاص يعني يحط بصمته ايه ليه انا هيد بعد ما فتحت مطعمه الخاص بلبنان؟ ما افتكرت فيها بعد معقول يكون حلم من احلامك اللي بدك تحققيها يوما ما بس انه وقت اللي بفتح مطعم انا كل يوم كل يوم عم بفتح شيء جديد شيء جديد يعني مش من زمان عملت ريبرتوار فيجيتيريان اوكي لان هلا درج كثير الفيجيتيريان فود بس وقت اللي بنحكي عن فيجيتيريان فود كل العالم بيقولوا شو بيتاكل الفيجيتيريان بيكون مش طيب كثير بقول لهم انا حببكم الفيجيتيريان انا بحببكم و يعني بصيروا ياكلوا بيقولوا لي مش معقول فيها لحمه فيها دجاج بقول لهم ما فيها لحمه ما فيها دجاج انه بدك تعملي بطريقه انه حتى لو فيجيتيريان فود يكون طيب يكون طيب يكون يكون ما يحسوا انه عم بياكلوا قصاص مزبوط مزبوط حتى لو كان فيجيتيريان مشان هيك لان انا ام كرييتنج اول ذا تايم ما في شك لين هلا بتقص لنا شايفتيني حايصه ايه واو ما انا نعيد معك مدام انا هيد ميرسي كثير نعيد عليكي شو بتقولوا الفيف لمين بدها تطلع
ينعاد عليك. ميرسي كثير. الف خير. انا اذا طلعت لي الفاب بيقولوا سنة الميزان السنة. اي خلص لك يا رب تطلع لك. ميزان واسد. ميزان واسد. انت اسد شلي؟ لكن ليه عم اقول اسد؟ لا قالوا سنة الميزان والاسد. هيدي صعبة كارلا. لازم الميزان والاسد. وان شاء الله كل الابراج يكون سنة خير وبركة. ان شاء الله ان شاء الله. وان شاء الله نروح على مطعمك. ميرسي كثير. ميرسي. وناكل من اكلاتك. روح على مطعمها وناكل من اكلاتها وان شاء الله يا رب تفتح المعهد كمان اللي بتتمني كمان وتحققي كل احلامك. نحن نعرف انه كان عندك معهد. معهد ايه كوكين ارت كالينري انستتيوت. وانجبرتي انك تسكريه من ورا السفر. من ورا السفر. بس انه في شغله انا كثير بحب اقولها ودائما بحلمها. التدريس وقت اللي بتعلمي شخص شغله تلاميذي كان نهاري انا بنطر بالشغف تيبلش النهار. يعني الجيف اند تيك البروسيجر. بتشوفي ستات طيبين جايين لعندك وانت عم بتعلميهم شيء اند ذي ار فيري جريتفول. يعني 100%. انا ثانك يو لانه دايما بضيفك. يعطيكي الف عافيه ونعاد عليك. يعطيكي الف عافيه ونعاد عليك يا رب. وان شاء الله بتحققي كل اللي بتتمنيه. كل سنه وانت بالف خير وشكرا لوجودك معنا اليوم. ميرسي. ال بي سي دائما اهتم فيي وانا من زمان يعني وي ار جود فريندز وذ ذيس تلفزيون. اهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا. ميرسي كثير. مشاهدينا رح توقف مع بريك صغير ومنتابع. خليكم معنا.